اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. زملكاوي يا باشا. اهلاوي. زملكاوي طبعا. اهلاوي. زملكاوي. توقع فوز الاهلي كام النهارده؟ اتوقع فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله. اتوقع فوز الاهلي 2-0 2-1 يعني. اتوقع نتيجه 3-0 الزمالك ان شاء الله. 4-1 باذن الله. 3-0 مثلا 3-1. سوق الجو ممكن يعمل ازمه في نتيجه المباراه؟ لا ما اعتقدش. هو الاهلي ان شاء الله باذن الله هيحسم الماتش. الجو ممكن يؤثر على النتيجه بسبب الرياح والامطار والحاجات دي. تفتكر ايه انسب تشكيله مناسبه للماتش؟ والله التشكيل اللي لعب بيه الماتش اللي فات اللي هو التشكيل بتاعه العادي المظبوط اللي هو بيلعب بيه كل ماتش. ممكن 4-3-2. ايمن حفني النهارده هينزل يعمل شغل حلو ان شاء الله. وليد سليمان ممكن. الراي برده ممكن لو لعب اساسي فرجاني هيجيب. لازم وليد ازارو.